المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 4 إلى 6 أبريل في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المستقبل يبدأ من هنا. النهارده في عالم الجمال بنتكلم على اصابات الانف، وطبعا بيسعدنا ان احنا يكون معانا دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير، اهلا وسهلا دكتور. خلينا نتكلم الاول عن تكوين الانف. الانف بتتكون من ايه قبل ما نخش في الموضوع؟ شوف سيادتك، علشان اتكلم عن الانف لازم افتكر رقم 3. الانف بتقع في الثلث الاوسط من الوجه، والانف عباره عن مثلث، عباره عن هرم قاعدته مثلثه. بص على الانف من اليمين او من الشمال او من تحت تلاقيها مثلث. ايضا التركيب بتاع الانف بيتكون من 3 اجزاء: الجزء الخلفي الملتصق بعظام الوجه جزء عظمي، والتلت الامامي تلت غضروفي، والتلت الاوسط غضروفي، والتلت الامامي تلت رخو. ده مش كده وبس، ده الجزء العظمي بيتكون من 3 عظيمات، والجزء الغضروفي بيتكون من 3 غضاريف. اذا الانف هي عباره عن جزء بيتكون مع كل رقم 3 افتكره، ودي حكمة إلهية الحقيقة، وبنحس بيها كل مرة بنشتغل جراحات التجميل. انت عايز تشيل اي غضروف، انت عندك المشكلة في العظام في الناحية الفلانية، انت عندك الحاجز الانفي ماشي ازاي، انت بتحس بحكمة ربنا في كل عملية بتدخل تعملها في جراحات الانف. سبحان الله. خلينا نبدأ دايما زي ما بنبدأ يا دكتور، ونقول اشهر الاصابات اللي ممكن تصيب الانف. شوف سيادتك، دايما احب اتكلم عن 5 حاجات. أتكلم في البداية عن تشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الأنف، وهنشوف حاجات كتيرة زي سندام الجمل اللي بيكون هنا، أو زي الأنف بتركيبتها المختلفة، الإغريقي والروماني والديكولي واليهودي وهكذا. هنشوف الحاجات التانية اللي هي مجموعة التهابات اللي ممكن تصيب الأنف، قد تكون التهابات غير معدية زي الصدفية زي الأرتكارية، وقد تكون التهابات معدية زي بكتيريا زي حب الشباب، فطريات زي التينيا، وفيروسات زي الهربس. ايضا هتشوف المجموعه الثالثه، مجموعه الاصابات: حادث، ملاكمه، بطوله معينه، حروق وهكذا. المجموعه الرابعه مجموعه الاورام اللي تصيب الانف، وهنشوف اورام دمويه، اورام داكنه، اورام ليفيه وهكذا. المجموعه الخامسه اللي هي بتكون جراحات التجميل وجمال الانف وهكذا. تمام. طب دكتور خلينا نبتدي باشهر حوادث الانف. زي ايه بقى؟ شوف اشهر حوادث الانف، الانسان اصيب دايما اشهر حاجه حوادث الملاكمه او الرياضات العنيفه او الكونغ فو وهكذا، او الكاراتيه. الحاجات الثانيه حوادث السيارات، بنلاقي كسور بتحصل بانواع مختلفه، بنلاقي نزيف بيحصل وهكذا. الحاجات الثالثه الحروق، احنا بنلاقي ساعات حروق من الدرجه الاولى في الانف اللي هي عن طريق البشره، او الدرجه الثانيه تبتدي تدخل على الطبقه العميقه، او حروق من الدرجه الثالثه جزء من الانف اتحرق او اتقطع بالكامل. وممكن نلاقي هذا القطع في الانف حادث من السيارات او حوادث العربيات وهكذا. في حاجة شائعة دكتور في الملاكمة، يقول لك لازم الواحد يكسر مناخيره الأول قبل ما يلعب ملاكمة عشان ما يتعبش أو ما يحسش بألم أو كلام من ده. الكلام ده حقيقي؟ يكسر مناخيره مرة ولا كذا مرة؟ لا الأولية ليا. أول مرة وبعد كده الباقي بيعدي. ده اللعيبة كلهم أول واحد تك وبعد كده خلاص ما بتفرقش معايا. لا لا لا، هي المسألة في الأنف حاجات كتيرة قوي، إن ما فيش نقطة ضعيفة. يعني أي جزء معرض إنه يتكسر، وأي عضو معرض إنه يحصل فيه لوحة أو فاريشن معين، واي جزء معرض ان هو يحصل فيه قطع. عشان كده تقدر تتكلمي فيها يعني بالظبط عن الكسور. انواع الكسور وكيفيه اصلاحها بقى. شوف سيادتك، الكسور احنا بنقسمها لنوعين. النوع الاولاني الكسر البسيط، بمعنى ايه؟ مفيش نقطه دم نزلت، الجلد سليم والانسان اتكسر. النوع الثاني الكسر المركب، حصل قطع بقى وابتدى يحصل نزيف. ففي كسر بسيط وكسر مركب، نعالجهم ازاي؟ في البداية ممكن يكون علاج بسيط، مجرد انك انت بتحط دعامة معينة او بتحط حشو معين في الانف وانتهت المشكلة. اذا الحكاية اقوى من كده محتاج انك تعمل تخدير عمومي وتبتدي تظبط الانف في الكسر بتاعها. اذا الحكاية اصعب من كده انت محتاج تعمل جراحات كبيرة وتشتغل على انفك كأنف،
لكن النصيحة الذهبية بقى ايه؟ انك انت لازم تتدخل جراحيا لاصلاح الانف خلال 24 ساعة، والا هتستنى مش اقل من اسبوع. ليه؟ لان هيحصل ورم والدنيا هتتلخبط قدامك، فيبقى الالتئام صعب. مختلف بطريقة كبيرة. العملية سهلة، لكن انك انت نصيحة ذهبية خلال 24 ساعة حاول تتصرف في هذا الكسر الموجود في الانف، او انتظر لغاية الورم ما يخلص وابتدي اتعامل مع الانف. تمام. طب نروح للتشوهات الخلقية ونعرف أهم أسبابها. هي الحقيقة أهم أسباب التشوهات الخلقية زي ما احنا عارفين بيكون قد يكون تناول الأم العقاقير أثناء أول 3 شهور من الحمل، أو قد يكون التشوه الخلقي ناتج عن تعرض الأم لإصابة زي الحصبة الألماني وحاجات زي كده، أو قد يكون زواج الأقارب. دي كلها مجموعة التشوهات الخلقية، ممكن الأم تعرضت للإشعاع وهكذا. دي مجموعة التشوهات الخلقية الأسباب بتاعتها. واشهر التشوهات الخلقيه في الانف بتكون ايه دكتور؟ اشهر حاجه اللي هو التشوه الخلقي المصاحب لانقسام الشفره الارنبيه، يعني الاقي شفره ارنبيه وصلت بالكامل وابتدى يحصل تشوه خلقي موجود في الانف. ده اشهر تشوه خلقي، لكن ممكن نلاقي انف كبيره، انف صغيره، انف مفلطحه، انف عاليه، انف واطيه وهكذا. الانف فيها اشكال كبير جدا طبعا، بس اشهر حاجه سندام الجمل اللي بيكون العظمه الزياده اللي موجوده في اسفل الانف. طب والسن المناسب بقى ان احنا نتدخل جراحيا لاصلاح التشوهات دي بيكون في سن قد ايه؟ شوفي سيادتك انا سعيد بهذا السؤال. اذا اتكلمنا عن التشوه المصاحب للشفره الارنبيه اللي قدام سيادتك كده بنصلحه على مرحلتين. المرحله الاولى لما اجي اصلح الشفره الارنبيه بصلح هذه الانف، وده بيكون عند سن شهرين، قانون 10 زي ما قلنا قبل كده، اللي هي هيموجلوبين الدم 10 ووزن الطفل 10 رطل، وكمان ان هو العمر الطفل 10 اسابيع. بتبتدي تصلحي هذا التشوه الموجود في الانف. المرحله الثانيه عند مرحله البلوغ. قد تكون فتحه الانف محتاجه انك انت تظبطيها، زي ما انت شايفه هنا انقسام سقف الحلق ودخل على الانف. صلحيه مرحله اولى في هذا السن، كل ما كان الطفل صغير كل ما كانت النتيجه احسن، عشان الطفل يعرف يرضع، يعرف يتكلم بعد كده، يعرف يتنفس، في تشوهات خلقيه مصحوبه وهكذا. المرحله الثانيه انتظري عليه عند سن مرحله البلوغ علشان تظبطي فتحه الانف. اما اذا كان التشوه الخلقي في الانف نفسها، انف كبيره، انف صغيره، سندام جمل، فده غير محرم ان احنا نتعامل مع هذه الانف الا عند مرحله البلوغ من سن 12 سنه وطلع. يعني لما يجي لي واحد عنده اصابه او تشوه خلقي انف كبيره او الانف حجمها كبير وهكذا، هنا انا اتدخل عشان اصلح هذا التشوه الخلقي عند مرحله البلوغ. لكن التشوه المصاحب للشفره الارنبيه ده بعمله على مرحلتين. على مرحلتين، الاولى اصلح، ولو لسه محتاج مرحله تانية يبقى بعد مرحله بلوغ. ليه؟ لما تكون العزيمات بتاعت الانف، غضاريف الانف، كل انسجه الانف خدت الاستقرار الجديد، تقدر تعمل الصوره اللي انت عايزها. تمام. طب نروح لالتهابات الانف يا دكتور، ايه هي انواعها ويمكن اشهرها ايه هي؟ الحقيقه التهابات الانف دي مشكله كبيره قوي، بنلاقي في مجموعه غير معديه، اكزيما قشريه او صدفيه او ارتكاليا، ونلاقي في مجموعه تانية اللي هي معديه. أشهرها طبعا حب الشباب والالتهابات البكتيرية والحصف والكلام ده كله، وقد تكون هناك التهابات ناتجة عن بعض الفطريات زي التينيا، وقد تكون المجموعة الثالثة من الالتهابات اللي هي العصبية الفيروسية زي الهربس بأنواع المختلفة أو هكذا. دي أشهرها. العلاج طبعا حسب السبب وإنت محتاج تتعامل بيها. ويمكن هنا هيخليني أتكلم كلمة صغيرة جدا، إمتى أنا هنا طبعا اللي احنا شايفينه قدامنا ده إصابات الأنف، ده أصيب بحادث وهكذا، وممكن ده هنا هو برضو مجموعة الالتهابات اللي احنا بنتعامل معاها. هذه الالتهابات طبعا أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا هنا يا أستاذة، ما نستهترش بالتهابات الأنف. في وقت الإنسان المثلث الخطر اللي هو الدينجرس تريانجل، اللي هو المثلث قاعدته العين بين العينين خط ومثلثه قمته الأنف. هذا المثلث كده وداخل عن أنف وطالع كده خطير جدا جدا. ليه؟ لان اي التهاب فيه بيوصل للمخ مباشره. وبالتالي انت ما تستطرش باي التهاب موجود في هذا المثلث الخطر. فاي التهابات موجوده في الانف لازم اتعامل معاها بجديه، واقدر اتعامل معاها واعالج اي سبب من هذه الاسباب. لان هي اعراض الالتهابات دي بتبقى ايه يا دكتور؟ زي ما انت شايفه قدامك هنا في التهاب في الانف موجود عندك، عباره عن الجيوب الانفيه ابتدت يحصل فيها التهابات. او شفنا الصوره اللي فيها الاحتقان، او شفنا الصوره اللي فيها نزيف ما اتعالجش كويس وابتدى يعمل التهابات. او التهابات في العظام نفسها، او التهابات في الغضاريف نفسها، او انك انت بتلاقي التهابات. شوفي هنا مجموعه من الالتهابات، قد ايه الدنيا باينه قدامنا. طبعا. هذا الالتهاب لما اسيبه اكيد ده ممكن ينتهي بخراج في المخ، ممكن ينتهي باصابات خطيره جدا، ويبقى الانسان
في بدايته علاج بسيط، لو انا ابتديت اعالج هذا العلاج البسيط ممكن الحاله زي كده تنتهي. احنا ما نستهترش بالتهابات الانف، ما نستهترش باي اصابات موجوده في الانف لانها مباشره على المخ ومشاكلها كبيره طبعا. من وحلها سهل يعني انت مجرد ما انك انت بتدي علاج بسيط الحاله انتهت. صحيح. طب من الالتهابات نروح للاورام، اشهر الاورام اللي بتيجي للانف. الحقيقه هنلاقي مجموعه كبيره قوي من الاورام، قد تكون اورام دمويه، قد تكون اورام ديفيه، قد تكون اورام داكنه، قد تكون اورام سرطانيه. كل واحده فيها ليها الطريقه بتاعتها في التعامل معاها. فعلى سبيل المثال لو سيادتك ابتدينا بالاورام الدمويه. الاورام الدمويه انا بحب اقسمها الى نوعين، والنوعين الحقيقه دول من عندي انا. هنا ورم دموي موجود في الانف بس خارجي. وهنشوف برضو حاله تانية يعني ايه خارجي؟ ده من تشخيصي انا. البريد انتظر على نفسه لدرجه ان هو هذا الورم وصل كبر قوي لغايه لما ابتدى ياكل في الجلد وينزف الى الخارج ويؤثر مباشره على الغضاريف بتاعه الانف. هنا العلاج قطع انف، هقطع الورم. انا انتظرت على هذا الطفل لغايه لما جه الورم هشيله. ومرحله تانية هبتدي اصلح فيها على قد ما اقدر. يبقى اذا هنا الانتظار ده ورم خارجي. في نوع تاني من الاورام في الانف بيبقى ورم داخلي، يعني ايه؟ اهله لحقوه بسرعه وجا من البدايه وقدرت انت تتعامل معاه، ده ورم داخلي. هنا اهله جم بسرعه، دي طفله عندها حوالي 6 شهور، يبان قدامك ان عندها 2 3 سنين. انت هتشوفي منظرها بعد العمليه. ده ورم انا من التشخيص بتاعي ورم داخلي، يعني ايه؟ يعني لحقوه بسرعه وشافه الطبيب المعالج بسرعه وقدر يتدخل جراحيا معاها بسرعه. فهذا الورم الداخلي هتشوفي صورته بعد العمليه بتاعت الشخص ده او الشخص دي، هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص وبانت السن الحقيقي للطفله. طب دكتور، هو الورم الداخلي ده بيبدا ورم داخلي وبعدين لو سبناه واهملناه يتحول لورم خارجي، ولا ده نوع وده نوع تاني؟ لا، لو اتساب هيطلع خارجي. وساعات خارجي ويدخل داخلي. يعني شوفي منظر البنت بعد العمليه، هتلاقي الدنيا اتغيرت وبان سنها الحقيقي. طفله صغيره، وتبان لك في الاول انها شخصيه كبيره عندها 5 سنين ولا 6 سنين ولا اي حاجه، وعمليه سهله. في خلال اسبوع انتهت المشكله. طبعا. وبيتم تحليل هذا المرض، طبعا محتاجه التدخل المبكر. طبعا. انا لما اقول خارجي وداخلي بقول اهله سابوا المريض قد ايه، وللاسف انا بشوف بعض الزملاء الاطباء بيسيبوا الحالات دي لغايه يقولوا لهم استنوا سنه سنتين، استنوا شويه لغايه ما الطفل يكبر. هنا انا النصيحه الذهبيه من خلال برنامجنا الجميل ده، احنا بنقول هناك فرق بين الوحمة الدموية والورم الدموي. قد يبدأ الورم الدموي على هيئة وحمة ولكن يظهر بعد كده وجهه القبيح كأنه ورم ويبتدي ياكل في غضاريف وعظامات الأنف. وعشان كده لازم تكون عندنا الثقافة اللي نقول هناك فرق بين ورم دموي وبين وحمة دموية. صحيح ان الورم الدموي يبدأ شكله بيشبه الوحمة ولكن بيبان قدامنا، بيكبر بيبتدي يندفع. ما سيبهوش طبعا. ما انتظرش. اديكي شايفه في حاله انتهت بوتر كامل للانف. أيوة. ونبتدي نعمل جلسه ثانيه ونصالح. مع ان الحكايه في الحاله دي برضه في الحاله دي لما الوضع بيتفاقم وبنتاخر عمل ما الانف بترجع لشكلها الطبيعي ثاني، انما لما لحقناها في الاول خلاص تبقى طبيعيه وشكلها قريب. فرق بين الطفل او الطفلتين اللي احنا عرضناهم. واحد محتاج لعده عمليات واهله يعانون، والتاني عمل عمليه ونسى الدكتور لسه. وخلاص وزمانه دخل الجامعه وانتهت المشكله. طب بالنسبه للادويه يا دكتور والعقاقير ليها دور في موضوع الاورام ده ولا مالهاش؟ شوف سيادتك انا سعيد بهذا السؤال، لان في نوع معين من الادويه بيتاخد في علاج بعض حالات الوحمات الدمويه. وده دواء محتاجين حرص معين وندخله العنايه المركزه وبيحصل الا في ضمادات القلب وحاجات زي كده. لكن هذا العقار ليس له اي تاثير على الاطلاق في الاورام الدمويه، لانه لما يدخل في الورم الدموي ما بيقدرش يعمل اي حاجه. هنا من خلال برضه البرنامج بنقول ان معظم الادويه ليس لها تاثير على هذه الاورام. الورم ورم يا استاذه، بيكبر بياكل بياكل غضاريف بياكل جلد بياكل عظم بيعمل تشوه بيعاني وهكذا. طيب دكتور سريعا لان احنا فاضل لنا دقيقه وعندنا مجموعه اسئله سريعه، دور الليزر في علاج الاورام الدمويه والاورام الداكنه والسن المناسب للتدخل او امتى نقدر ان احنا نتدخل جراحيا لو الليزر ما جابش فايده؟ لا، شوف الليزر ملوش دور في علاج الاورام الا حاجه واحده، لو كانت الحاله انا شايف انها هتنزف كتير اعمل جلسه عشان اقلل من النزيف اللي هيحصل. لكن ليه دور في علاج الاورام الدمويه الليزر الصبغي ذي اللون الاصفر، وليه علاج دور في علاج الاورام الداكنه الليزر الارجون او الفراكشنال ليزر او الحاجات دي كلها، وليه دور في بعض الحالات التانية. لكن الليزر في علاج الاورام
لا شيء على الاطلاق. تدخل جراحي على طول بقى. السن المناسب ايا يكون الورم العلاج تدخل جراحي فوري. ورم يعني تدخل جراحي. انما وحمات داكنه دمويه ممكن اتعامل معاها بالليزر وحاجات زي كده. هو الادويه زي ما احنا قلنا في الاورام ليس لها اي دور على الاطلاق. بس عايز اقول حاجه بسيطه جدا، ان لو كان عندي ورم كبير وابتديت استأصل جزء من الانف، انا بعمل حاجه اسمها شريحه هنديه باخد من جلد مقدمه الراس واعالج الجزء المتصاب، او في حاجه اسمها الشريحه الفرنسيه باخد الخد واغطي الانف، او في حاجه اسمها الشريحه الايطاليه باخد من الرقبه واغطي الانف. في حاجات كتير قوي ما بعملش الكلام ده، باخد جزء غضروفي من الاذن وابتدي اعالج بيه الانف. في حاجات لا بعمل ده ولا بعمل ده، باخد جزء سيلاستيك من السيليكون وابتدي اكون واخلق جسم كبير. وما ننساش نقول ان في حاجات تقدمت كتير قوي، ان لو الانف بالكامل راحت انا ممكن اعمل جزء تعويضي واحطه بدبابيس، وصعب جدا انك تعرف الفرق. وده التقدم في جراحات التجميل التكميليه. وعشان كده ده موضوع مهم ده برضه يا دكتور، محتاجه ان احنا نتابع معاها ونقدر نعرف مدى التقدم الموضوع. طيب سؤال اخير، هل في حاله ممكن يجي لك فيها مريض وترفض التدخل تماما؟ سعيد جدا بالسؤال ده. ارفض التدخل تماما لو انا مش هفيده، ارفض التقدم تماما لو انا حسيت المريض ده مهزوز. وحالات كتير قوي من حالات الانف دايما في نسبه نفسيه معينه، قد احتاج لمساعدة أخصائي أو استشاري نفسي عشان أقول له المريض ده هيستفاد من العملية دي ولا لا. وما تنسيش يا أستاذة، لو عندي التهابات في الجلد أو حصف أو حب شباب أو إكزيما أو ارتكاري، أنا عايز أعالج الحالة دي أول وبعد كده أبتدي أعمل تدخل جراحي بتاعي. طب دكتور الأسبوع الجاي هنتكلم عن إيه سريعا في 10 ثواني؟ إحنا لينا فترة ما اتكلمناش عن الحالات النادرة في جراحات التجميل، ممكن نعمل حلقة جميلة كده بعض الحالات النادرة في جراحات التجميل بإذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور منير ويليام كبير أطباء جراحة التجميل، حضرتك بتنورنا دايما في عالم الجمال في مصر جميل. ده شرف ليا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم، ومصر دايما جميل.